لازم تكون عارف ان مفيش حد هيجي يقول لك حبيبي ممكن تطور من نفسك، حبيبي ممكن تتعلم الحاجه الفلانيه، حبيبي ممكن تطور نفسك في الحاجه الفلانيه. الكلام ده مش بيحصل. ممكن واحد يطلع يقول لك ايه، اقول لك على حاجه التنميه البشريه ديت ده كلام ملوش لازمه، اقول لك على حاجه يعني انت تطور الذات ده كلام ملوش لازمه، مع ان اللي بيقول كده هم فعلا بيعملوا الحاجات دي. يعني هو بيقول لك على حاجه هو بيعملها بس مش عايزك انت تعملها. فلازم تكون عارف ان محدش هيقول لك طور من نفسك او اعمل الحاجات دي، انت اللي لازم تعملها لنفسك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ معكم محمد سعد وفيديو جديد. زي ما قلت لكم يوم السبت ان شاء الله هنزل لكم فيديو عن تطوير الذات. طبعا سايب انا الاجازه بتاعتي، لسه مخلص امتحاناتي يوم الخميس، سايب الاجازه وبعمل لكم فيديوهات. مش حارمكم من حاجه اهو، لايك بقى وسبسكرايب وشير ودلعوني. جاهزين؟ يلا بينا نبدا الفيديو. طيب بما ان دوت اول فيديو هنزله عن تطوير الذات، فلازم اعرفكم كذا حاجه كده هتفيدكم قبل ما نبدا الموضوع. المحتوى بتاع تطوير الذات في ناس كتير بتقول لك ايه يا عم الكلام دوت مش واقعي، ده واحد مثلا يطلع يقول لك مش عارف اصحى بدري وروح اعمل ايه ومش عارف ايه، والكلام ده مش واقعي خالص، ويعتبر ايه يعني ما بيجيبش برده مشاهدات ولا حد بيشوفه فمالوش لازمه. بس انا اخترت اتكلم في الموضوع دوت كمحتوى هادف، لان انا مثلا مش هطلع ايه ارقص لك على اغنيه او اعمل اي حاجه او اي محتوى تاني، لا انا عايز يعني هدفي في المحتوى دوت ان انا افيدك انت بس، مش عايز بقى اللي هو ريتش او اي حاجه خالص. يعني انا لو فدت 5 اشخاص بس بالنسبه لي دي حاجه عظيمه جدا، والخمس اشخاص دول حياتهم اتغيرت للافضل او اتعلموا حاجه يا سيدي صغيره جدا، ده بالنسبه لي حاجه عظيمه جدا. طيب تمام، دي حاجه كنت حابب اتكلم فيها قبل ما نبدا الفيديو. يلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه علشان تطور من نفسك هنتكلم عنها، اعرف حاجه في كل حاجه. طبعا اي حاجه هقولها لك لازم ادي لك مثال من ارض الواقع علشان تكون معايا في نفس الصوره. لو انت مثلا في كليه تجاره، سيبك يا عم انت مش في كليه، انت مثلا شغال في مجال التجاره، او شغال مثلا في الكورسات، او شغال مثلا مثلا اي حاجه اي شغلانه، تمام؟ ما خلكش في الشغلانه ديت انت فاهم عنها كل حاجه، اللي هو مثلا انت شغال دكتور، انت دكتور شاطر قوي قوي قوي، مفيش حاجه في الطب انت مش عارفها، بس تيجي تتكلم مع الناس مثلا في اي حاجه ثانيه اللي هو انت مش عارف تتكلم، انت مش عارف مثلا حاجه عن الاقتصاد، عن الكوره، عن السياسه. فلا، الكلام دوت ممكن يكون صح لو انت عايز تبقى مميز قوي في مجالك، بس برضه هينزلك في مجالات تانية كتير، اللي هو ممكن اي حد يضحك عليك في اي حاجة تانية غير الطب، عشان دي طبعا لعبتك. فعشان تطور من نفسك لازم تعرف حاجة عن كل حاجة. مش هقولك بقى يعني خد كورسات بص عن السياسة وعن وعن، خالص خالص، انت خليك في المجال اللي انت فيه وطور نفسك جامد جدا فيه جدا جدا، بس برضو اعرف حاجات تانية عشان هتفيدك في حياتك، زي مثلا سياسة، كورة، اي حاجة، فاهم؟ اي حاجة. في مثلا حاجة اسمها انمي، في ناس مثلا ما بتعرفش حاجة عن الحوار ده، او يقول لك يعني ايه انمي؟ انا ما بحبش الحوار ده فمش هعرفه. يا عم مش لازم تكون بتحبه، اعرف ان هي افلام كرتون، تمام؟ طبعا اللي بيحبوا الانمي ممكن يضحكوا على الكلام دوت، بس يعني انا بسط لك الموضوع لاكبر قدر ممكن، فاهمين؟ فاعرف حاجة عن كل حاجة. تاني حاجة، التخطيط اساس النجاح. لازم تكون عارف ان قبل ما تعمل اي حاجة علشان تطور من نفسك لازم تكون عندك الموهبة او المهارة او ايا كان مسمياها، بس لازم تطبقها، وهي التخطيط. لازم تخطط قبل ما تعمل اي حاجة. يعني مثلا اقول لك ابسط مثال، انا لما جيت اعمل الشانل هنا قلت لك ايه دلوقتي؟ قلت لك اما خلصت ثانوي انا هعمل فيديوهات، يوم السبت هنزل تطوير الذات، يوم الثلاث حاجه عن سنه مثلا اتعلمتها، يوم الخميس هنتعلم حاجه جديده. خططت للموضوع وقلت لكم الافكار، بقيتوا انتوا عارفين ايه ده يوم السبت ده الفيديو بتاع تطوير الذات، ايه ده يوم الثلاث ده فيديو بتاع ثانوي، وهكذا. خططت للموضوع، هل كده الموضوع هينجح او هيفشل؟ بنسبه كبيره ان شاء الله، بنسبه كبيره الموضوع هينجح،
لازم تكون عارف التخطيط، انك تخطط في اي حاجه تعملها عشان ما تبقاش ماشي عشوائي. لو مثلا انت لو في بحر وراكب سفينه، مش هينفع اقول لك انت لو مش عشوائي هتمشي في اي مكان، واي مكان هيوصلك على فكره، لان انت اصلا مش عارف انت ماشي ازاي. لكن لو انت مثلا عارف انك هتخطط من نقطه كذا لنقطه كذا، فانت واقف في البحر عارف ان انت هتمشي من نقطه كذا لنقطه كذا ومخطط للموضوع فهتوصل. ده طبعا ابسط مثال ممكن يوصل لك قد ايه التخطيط مهم في حياتك. وعلى فكره مش في مثلا عشان حاجه تتعلمها او كده، لازم يكون التخطيط في اي حاجه في حياتك حرفيا هيخليك اللي هو ايه، انت عارف دلوقتي انا هعمل كذا، بعد شويه لا انا عارف بعد شويه انا هعمل كذا، كمان يومين انا عارف اني هعمل كذا. طبعا ممكن التخطيط في بعض الاحيان ما يظبطش معاك قوي، ممكن مثلا في سنه تفلت منك، بس كمجمل لا اكيد مش التخطيط كله هيبوظ، يعني خلينا متفقين في النقطه ديت تمام. فالتخطيط مهم، تخطط كويس، تنظم وقتك وتشوف الانشطه اللي انت عاوز تعملها وتهتم بيها وتحدد اولوياتك بناء على التخطيط اللي انت عملته. تالت حاجه، نمي مهاره التواصل والاستماع الجيد مع الاشخاص. بص يا جدعان، الحوار ده بجد مهم جدا، لان دوت اصلا يعني يعتبر اساس الحياه. انا دلوقتي بكلمكم عن طريق ايه؟ الكلام. طب لو انا مش بعرف اتكلم، هل انتوا تفهموا حاجه ولا اي حاجه؟ بالظبط الموضوع بالظبط نفس الكمبيوتر. الكمبيوتر بتدي له بيانات، فبيدي لك البيانات اللي انت بتديها له. مثلا انا عايز اعرف النهارده ايه، فهو هيقول لك النهارده ايه، اكيد مش هيقول لك النهارده الجو عامل ازاي. بالظبط الموضوع نفس الموضوع، الحاجه اللي انت بتديها هي النتيجة اللي هتاخدها. فلازم تتعلم التواصل الصح مع الناس، لازم تعرف تعبر عن افكارك. على فكرة انت ممكن تكون شخص جامد جدا جدا وواقف قدام الناس في شغلك وانت عندك افكار حلوة جدا، بس مش بتعرف تعبر عنها. فلو انت واقف ساكت مع ان انت عندك افكار جامدة جدا بس مش بتعرف تعبر عنها. ممكن تكون بتحب شخص بس مش بتعرف تعبر عن مشاعرك، فاللي هو انت عايز تقوله ان انت بتحبه او ان انت في مشاعر مثلا وتفر المشاعر عايز تقولها بس مش بتعرف تعبر. ولازم تهتموا برضو بلغة الجسد في الموضوع دوت، يعني هو الموضوع باكج كده كله على بعضه، انك تعرف تتكلم مع الناس وتسمعهم كويس، تعبر عن افكارك ومشاعرك وتستخدم لغة جسدك في الحوار ده كله. على فكرة لو متعرفش تتعلم الموضوع دوت، ممكن تتعلمه ببساطة جدا جدا جدا، انك تفكر نفسك بالحوار ده بس والله. اللي هو مثلا انت عندك افكار، تفكر نفسك كده انا اعبر عن افكاري ازاي، ان انا اقولها صح. طب اقولها ايه اللي هيحصل اول مرة؟ اقولها غلط عادي ايه اللي هيحصل؟ ولا اي حاجة. مشاعرك مثلا، تحاول تعبر عن مشاعرك ايه اللي هيحصل اول مرة؟ ولا اي حاجة، بس بعد كده هتبقى بتعرف تعبر عن افكارك ومشاعرك وتستخدم لغة جسدك كويس في الموضوع دوت. صدقني الموضوع مش صعب او حاجة، انت بس تفكر نفسك بالموضوع ده. رابع حاجة، الاهتمام بالصحة ليس رفاهية. لازم تكون عارف انك علشان تطور من نفسك، بص الاسم، تطوير الذات، تطوير النفس، فانت لازم تطور من نفسك، يعني بديهيات صح ولا غلطان. طب هتطور من نفسك ازاي؟ مش عايز اقول لك بقى الثقة بالنفس وانك تكون واثق من نفسك وتروح جيم وبتاع، لان الكلام دوت تقريبا اغلبيتنا، مش اغلبيتنا، كلنا عارفين الحوار ده، بس الفكره فين؟ ان ناس قليله قوي اللي بتطبق، وده بجد الحاجه اللي بتضايقني. اللي هو انت عندك معلومه جامده مثلا اللي هو لازم تهتم بصحتك، ما بتعملش كده ليه؟ يعني انت لما تقول لشخص اهتم بصحتك وانت مش بتهتم بصحتك، طب ليه الحوار ده؟ يعني ما الافضل انك تفيد نفسك بالحوار ده قبل ما تفيد غيرك. طبعا تفيد غيرك وكل حاجه انا بحب الحوار ده، بس لازم تفيد نفسك الاول صح ولا ايه؟ فاهتم بصحتك، اللي هو كل كويس، خلي عندك ثقه في نفسك ازاي ما بتعرفش تتعلم الحوار دوت، تخلي عندك اللي هو انت مهتم بذاتك كده، مش اللي هو ماشي كده وخلاص، ولا صحه ولا ثقه بنفس ولا اي حاجه وعادي. لا، اهتم بصحتك كويس جدا، كل كويس، وطور من نفسك كل يوم، علشان دي حاجه مهمه جدا هتفرق في حياتك لما تطبقها. خامس حاجة وآخر حاجة في فيديو النهاردة، حافظ على تفاؤلك وابتسامتك رغم كل هذا اليأس.
بصوا خلينا نكون متفقين على حاجه من الاول. السوشيال ميديا الفتره دي مفيش حد ما عندوش سوشيال ميديا، تمام؟ اي عيل صغير دلوقتي معاه تليفون. السوشيال ميديا بقى فيها كميه يأس وكميه احباط وكميه افكار سلبيه وكميه افكار شغلها كله انه يخليك حزين او يخليك محبط، وانت زي عبيط بتعمل شير وخلاص. انا اسف انه انت عليك عبيط، انا اسف، بس بجد ده اللي بيحصل بجد. ف بص، عايزك تغير الموضوع دوت بنفسك. يعني ايه؟ يعني شخص كبير، الشخص دوت هو اللي بيبعت لك الياس دوت والاحباط دوت، انت بتستقبله يعني بكل سلاسه. اللي هو انا مش فاهم ليه يعني. اقول لك على حاجه، ليه ما تكونش متفائل؟ ليه ما تكونش مثلا مبتسم؟ ليه؟ هتقول لي عشان كذا وكذا وكذا وكذا. طب ما انت فكر يعني، خلي عندك عقليتك دي تكون ايجابيه في اي حاجه. اللي هو الشغل مثلا ما جاش هجيب غيره، مش عارف كذا ما جاش هجيب غيره، طب كذا هعمله. عكس بقى ما اقول ايه، لا خلاص ما جاتش خلاص انا هحبط وهزعل وهيأس. خلي بالك الوقت اللي انت بتضيعه في انك تزعل او تقول خلاص بقى الحوار وقف، بقى خلاص الدنيا وقفت خلاص، انا بص انا سلمت القضية. انت بتسلم القضية بتاعت نفسك، يعني مش بتاعت حد تاني. محدش والله العظيم هيقول لك ايه اللي هو لا بص يا حبيبي نعمل مهاراتك في الجزء دوت، بص يا حبيبي لا ما تزعلش ما تيأس. يعني في مستر محمد صلاح كان قال جملة عظيمة جدا، قال لك الحياة لا تتعاطف مع اليائسين. بجد انا الكلمة دي يعني دخلت في دماغي مش عايز تخرج خالص. اللي هو قال لك في ثانوية عامة، قال لك انت ممكن ايه تكون دلوقتي مثلا زعلان او محبط، بس اهلك اللي هو ايه، معلش يا حبيبي. ليه؟ لان هي ثانوية عامة وبتاع وكله كده. لكن بعد كده يعني لو عشت دور الضحية بقى واليائس ومش عارف ايه وانا زعلان وانا محبط، تمام، ولا اي حد هيحب اصلا ان هو يتكلم معاك. ممكن حد في الاول مالك فيه كذا كذا، طب انا جنبك انا معاك، تاني مره تمام، لكن بعد كده صدقني والله محدش هيتعاطف معاك او حد هيحب ياسك او احباطك او حزنك. عكس طبعا السينما اللي بتوصله اللي هو الشخص الحزين المكتئب، الناس كلها بتكون بتحبه وحواليه ومش عارف ايه. بجد غلط، مفيش الكلام ده. واقول لك على حاجه، افتكر شخص كده مثلا كل ما تكلمه يقول لك انا زعلان ومخنوق وبتاع، بالله بتحب تكلمه؟ لا بجد دي الحقيقه. ليه؟ لان انت اصلا يعني كل واحد في له مكفيه، فمش ناقص فاهم ياس واحباط تاني. انا اتكلمت في الحوار ده شويه، بس بجد يعني حابب اوعيك واوصل لك الموضوع من منظور اكبر، فاهمين؟ وبس كده ده اللي كان عندي اقوله لكم النهارده، وبكده وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى لو استفدتوا من الفيديو ولو 1% انزل اضغط لايك وسبسكرايب، واستنى في فيديوهات جايه كتير ضرب نار. وبس كده، الى اللقاء في فيديو اخر. سلام.